هنا في كاسات 15 هدف، وفريق جيش الملكي ايضا نفس الرقم. هنا يتبقى على مستوى النقاط 19 نقطة، أولمبيك أسفي طبعا في المركز 11، والجيش الملكي في المركز الخامس ب 28 نقطة. خليك قراءة، تفضل سير شوقي. صارت مباراة أفضل أنك تعادل في مباراة سير جوج مقابلة تربح مقابلة كتربح نقطة. نعم. هي منظومة دفاعية اللي خاصها لازم تغييرها، خصوصا ردة الفعل. نحن نتكلم على ردة الفعل، كاد مقابلة فريق الأولمبيك أسفي يكون منتصر لكن يعود إلى الدفاع. هذا هو مشكل اللاعبين ومشكل المدرب. أحيانا يكون مهزوم لكن يعود، من ينشط، من يقوم بالزيادة العدد الهجومية تعطي الأكل ديالها ويسجل. دابا العقلية ديال المدرب ولا اللاعبين لازم تخرج من هذاك الدور الدفاعي، تلعب الكرة الحديثة. وشفناه مع الترجي، راه شفناه أخيرا مع الفريق السعودي اتحاد جدة، فدار مقابلات جميلة وكثيرة وعطات المفعول ديالها. لازم يخرج من هذاك الإيقاع ديال الدوري المغربي. نعم، وأيضا الأسلوب التقليدي كما شرحتي لي، يعني بالنسبة للفريق. صحيح. نعم، نمشيو للجيش الملكي، الفريق اللي قادم طبعا من انتصار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم المشاهدين الكرام في البيت أبو بشير في لقاء الخماسي أولمبيك أسفي وفريق الجيش الملكي. أولمبيك أسفي اللي خرج من منافسات كأس محمد عزاديس للأندية الأبطال بالدور ربع النهائي، وكان خروج أبطال لما قدمه بالاحترافي ويواجه الفريق قوي والجيش الملكي. بسرعة قدموا فريق أولمبيك أسفي لمساندة فريقها في هذه المباراة، ولكذلك أنه تأكد للاعبين بأنه ما تحقق في لقاء المناسبات وهذه المنافسات العربية في انتظار أكيد إن شاء الله لمدى مشاركات أخرى قارية، خصوصا بأنه هذا الجمهور وهذه الصور اللي كانت تبدو صور جميلة على مستوى أرضية الملعب كتبين بأنه الفريق عنده قاعدة جماهيرية اللي دائما وراء الاستقرار والحريه الكبيره، ودخول كان سلس الى ارضيه الملعب وتنظيم محكم. وهذوما الصور عندهم امكانيات مهمه تاني، ولكن انسجام الان اصبح من كل العناصر على كل لاعبين يرفع الكره ذاك المعترف. فرصه لبين الفريق الجيش الملكي، وتدخل تدخل وابعاد الكره الحكم تحمل الخطوره. تنعلول حاولت تنعلول تلعب الكره ذاك المعترف بالفعل، تلعب الكره دائريه. فرصه دائما الخطورة متواصلة مرة أخرى، تدخل الحكم اللي كيعلن على عداوي اللعيبة الخعبة، تمريرة قصيرة بين اللاعبين ترفع الكرة. فرصة لفتة فريق أولمبيك أسفي، ولكن كبير على مستوى الدفاع. تعبت الكرة من عند لاعبين تدخل الدفاع باقي اللاعبين، تعبت الكرة تنفذت، ولكن تدخل الدفاع صلاح المرسل الآن كيسردوا محمد خربوش لاعب هذه. فرصة بواسطة محمد وطرة لاعب والمدافع البوركينا بي اللي كانت امامه فرصة من اجل تسجيل الهدف الاول. كان لوحده يعني وحيدا طليقا، ولكن الراس ديالو كتمشي فوق على المرمى رفقة على الراسين كاع البيضاوي قبل ما يحمل عنوان فريق اولمبيك اسفي. بوركينا بي محمد وطرة ابرز فرصة في هذه الجولة الاولى بعد مرور 20 دقيقة. النتيجة 0 بين الفريقين. ابو بكر تونغارا تدخل مهدي خالد، ترجع الكره من جديد عند محمد علي بن معمر كيلعب الكره في الجهه اليمنى. تونكرا حاول يرفع الكره، تدخل المدافع وترى اللي كيحول الكره للزاويه، الزاويه اللي فاتت فريق الجيش الملكي. امامنا لاعب ابو بكر تونكرا لاعب الباني. اذا متابعوا الزاويه اللي غادي نفذها هو اللاعب عمر الجراري. تفضل بسرعة المدافع أيمن جبري أو لاعب أنور الدرخات. محمد علي بن معمر كرة طويلة فقط عند الحارس ماجد مختار. تابت الكرة بسرعة حمزة خابر فريق أولمبيك أسفي. اللي كنقول على ولا المواسم المنافسين الواحد الاولى خطا اللي فاتت فريق الجيش الملكي. تدخل امام لاعب ابو بكر فرصة
تصالح فائدة فريق الجيش البلدي لو تم التعامل بشكل جيد مع هذه الكرة. ولا كرة ولا كلمة على الرحولي. الحكم دائما كيتظلم اللاعبين الان يشكلوا الحائط انهم يعطوا الاعذار القانونيه. غادي نتابعوا هذا الخطا بامكانه انه يشكل الخطوره. عماد الرحولي كيلعب كره عرضيه مفجر يسرع عند عماد محمد المرابط. تدخل الدفاع مره اخرى تسديده محمد المرابط اللي كان بامكانه انه يدخل داخل المعترك. تدخل الدفاع اللي كيبعد الكره. وانديه قويه كفالنسيا وكعدات كو مدريد وستاندارد نورليج وسان سيتي الفرنسي فاكيد الاول جوزيف كيدي كيدي ممتاز كيحاول انه يمرر وتدخل احسنها الجميع. اكيد على صوب الانديه الوطنيه لو كنا كنتابعوا لفائده فريق الجيش الملكي ودائما من الجهه اليسرى اللي مرمى الحارس مجيد مختار عمر الجراري. عمر الجراري تعبات الكره الدائريه فرصه فرصه لفائده فريق الجيش الملكي زيد جوزيف كيدي جمله تعبات دائريه تدخل لبعث اللاعب محمد المرابط ولكن عباد ويلسون كيدخل كيبعد الكره تعود من جديد لفائده فريق اولمبيك الاسفي. رضا الزراوي وليد الصبار غيلعب كره في الجهه اليمنى عند اللاعب سيف الدين الحلاوي. سيف الدين كينتظر المسانده مره اخرى عند اللاعب وليد الصبار حاول انه يمرر. جوزيف كيدي المهاجم الايفوار تابعوا عند اللاعب ينتظر المسانده كيمرر تجاه اللاعب جوزيف كيدي يسدد تدخل ممتاز للحارس مجد مختار. ولكن لما لعب مهاجم هاد عطينا يتابع كل كره فبامكانه انه يشكل الخطوره والخطره كايز فريق الجيش البلدي جليل اسماعيل خفي. رضا الزراوي كيلعب كره في اللاعب محمد المرابط واللي قدم اشياء كثيره بالنسبه للمنتخبات الوطنيه. هذه التمريره اتجاه لاعب حمزه خابه. حمزه خابه يجي من الثاني وجلال 19 الوقت هذا الوحيد الحسن يسوع يوسف الفهري. الوقت اللي تم تاجيل لقاء الرجاء الرياضي البيضاويه. نتابعوا الان الخطا لفائده فريق اولمبيك الاسفي اللي كيحاول انه يسجل هدف التعادل قبل نهايه كذا الطوار ودقائق الشوط الاول. اذا وراء الكره زكريا الهلالي. زكريا يحاول يلعب الكره الدائري داخل المعترك تقريبا استسمع للاعب داخل مستطيل الراسيه لكن تسهل الراسيه إلى حبيبي. لاحظوا عدد ثنائيات تونكارا تدخل بعدي خامس إبعاد الكرة بالد أخيرة بدا الشوط الأول. تابعوا هذا ضربة خطأ تحت الكرة الدائرية الرأسية ديال محمد وطرا. الخطورة متواصلة عند جوزيف كيدي. جوزيف كيدي كيحاول يخلي الكرة تخرج لأشرف خابة كينتظر المساندة. خابة تسديدة ولكن فات بعيدة. لعيب أيوب الجعداوي ممتاز. لعيب رضا الزراوي. رضا الزراوي كينتظر المسانده خصوصا كصعود للاعب محمد وترى بالاجيال. الجوله الاولى بتقدم فريق الجيش البلدي بهدف لنجي هدف لاطوارو كان لعيب ايوب الكعداوي غيتنفذ الشرط طرف لعيب سيف الدين كلاوي الحكم يدخل الزاويه. في الوقت الجيش البلدي غادي يحاول يستثمر المساحات خصوصا السرعه ديال جوزيف كيدي وكذلك عبد الاله حبيبي. هذا هو السيناريو اللي يمكن نتقبوا نتابعوا المحاولة نفذت تدخل محمد علي بن معمر وسط الكره من جديد عند اللاعب محمد المرابط. المرابط رفع الكره داخل المعترك ولكن سهله. تابعوا الخطا عمر الجراري وراء هذه الكره الثالثه تعبت كره تدخل للدفاع مجاهد لبست الكره احد المدافعين لحسن الحظ مشات خارج ارضيه الملعب. تابعوا من جديد التحركات هنا المحاوله المراوغه الممتازه. حمزه دخل داخل المعترك وتدخل الدفاع تالي الكره كتخرج خارج فريق الجيش الملكي بالعجل اليمنى للمرمى الحارس ماجد مختار. تعبات الكره محمد علي بن معمر تدخل مهدي خميس محمد المرابط. هناك خطا هناك خطا لمحمد المرابط تجاه لعيب محمد وعطرة. محمد وعطرة كيرفع الكرة دي فرصة لفائدة فريق أولمبيك الأسفي. وليد الصبار وليد الصبار كيرفع منه الكرة هدف وحيد تحت قيادة المدرب عبد الرحيم طالب. طالب اللي
اكيد فقلو قد عبر العوده في النتيجه، فاكيد لاصواتها تصل للاعبين وللطاقم التقني من اجل بذل مجهودات اكبر على المتوقفه. من جديد هناك اصابه ديال احد اللاعبين وترسج الكره من جديد زكريا الهلالي، ولكن كتضيع من الكره تدخل محمد علي مره فرصه تدخل مهدي خالص في المكان والتوقيت المناسب للمدافع مهدي خالص يبعد الكره لانه جوزيف كيدي كان يعني قريب انه يسدد الكره ديال المرمى باعتبار ان مجيد مختار كان ساقط فوق ارضيه الملعب. كانت محاوله يعني خطيره لفائده فريق الجيش الملكي الذي يسعى الى اضافه هدف ثاني في هذه المباراه. وكرة في الزاوية الملكي نفذت تدخل الدفاع زكريا ممتاز زكريا الهلالي مطالب انه يبعد الكرة وليد الصبار فقط عند اللاعب ايمن جمالي والحكم شنو كيقول الحكم كيقول ضربة مرمى المقبل الى ايوب الدعداوي مرة فرصة عريضة العارضة تنوب عن الحارس محمد معيو كانت فرصة بواسطة اللاعب حمزة خابة كانت انه يوضع الكرة في الشباك ثاني كانت ضيع هاد المحاولة كانت فرصة عمل كبير اللي افتتحوا من جديد هاد المحاولة لاحظوا ايوب العداوي انطلاقة مشات الجهة اليمنى طريقة ممتازة يمرر هنا العرضية هنا الرأسية ولكن العارضة تقول لا عصام بوداري هذا تالي عبد الاوديو زكريا الهلالي يجلب محمد وعطرم حاولت المراوغه تدخل الدفاع تدخل لاعب ايمن الشمالي كيبعد الكره فقط عند لاعب حمزه خابه كيمرر في اللعيبه وليد الصبار كيلعب الكره في الجهه اليمنى عند لاعب سيف الدين الحلاوي تدخل وابعاد الكره اللي تابعوا من جديد كان تدخل ديال ابو بكر تونغره اذا تابعوا الزاويه تفتت بسرعه زكريا الهلالي مطالبه بلبسه يد الحكم المساعد رفع الراية يقول ان الكره تجاوزت الخط وتالي ضربت زاويه لفائده فريق اولمبيك الاسفي اللي كيحاول انه يلقى الحل خصوصا الان من خلال الكرات الثابته عصام بوداري اللي دخل خلال هذه الجوله الثانيه هو كيستعد الان لتنفيذ هذه الزاويه عصام البوداري صعود لاعبين عنده قطع طويله بمهدي خالص الراسيه تدخل محمد علي بن عمر اللي كيبعد الكره لاشرط لفائده طفل اشرط تجاه لاعب ايوب قعداوي دائما احترم الكره توكرا هناك العوده ديال عصام خطا لفائده فريق اولمبيك ازافيل تابعوا الخطا وراء الكره عصام بوداري غادي يحاول يلعب الكره دائريه داخل المعترك تعبات الكره بشكل جيد فرصه راسيه الخطوره متواصله مشى اللاعب محمد وعطرة في صراع مع المدافع ايمن الجبالي كاين الزاويه ويقول من الجهه اليمنى اولمبيك ازافي زكريا الهلالي تعبات الكره تدخل محمد علي بن معمر هذه فرصه بواسطه لاعب كلاوديو البحث عن تسديد ابعاد الكره لاحظوا للمدافعين ديال فريق الجيش الملكي حاول انه يبعدوا الكره ضغط مره اخرى كلاوديو شو يعمل كيحاول انه يمرر ولكن الحكم كيطلب من كل العصابه بوداري واللاعب ايوب القعداوي انه يعطوا الامتار القانونيه لتنفيذ هذا الخطا عمر الجراري كيلعب بالرجل اليسرى كيلعب يحاول يلعب الكره دائريه نفذ خطا تدخل انور الترخات مع المرتد هجومي لفائده الفريق الاولمبيك الازمي ثلاثة ديال اللاعبين امام جوج ديال المدافعين فرصه سيف الدين الحلاوي ما تمكنش انه يوضع الكره في الشباك كانت فرصه يعني مواتيه لتسجيل هدف التعادل لفائده الفريق
الوقت الحكم كيما خطا غادي يقول لك انذار انذار للاعب ايمن شبالي هاد المحاوله. اذا نتابعوا الخطا زكريا الهلالي يستعد للتنفيذ وقت الحكم كطلب اللاعبين انه يكون هناك لهدوء. نفذ الخطا الان زكريا الهلالي يستعد لعبات الكره لبحث عن الراسيه تدخل لعيبه تنكره لعيبه لفريق فريق اولمبيك اسفي حمزه خابه هذا عصام المدري هذه فرصه حكم كيطلب له صلاه اللقاء يقول لك يشوف لك خطا كان سقوط ديال اللاعب حمزه خابه ضرب لعبه من فريق اولمبيك اسفي تمريره طويله على قول الهجوم اللي بعيد الفريق تحت الملكي جوزيف كيدي جوزيف كيدي ناوي مرر اتجاه تونكارا ستكون خطيره هذه المحاوله ولكن لاعب تونكارا لاعب الماني تبطا مع الشيم جيري كطيح هذه المحاوله من جديد من الجهه اليمنى عبد الاله حبيبي حبيبي مرتفع الكره واش تمد فرصه محاوله بسيطه لعب حسام بودري منذ الدخول ديالو ف يعني حاولوا هذه فرصه الحكم كيعلن على ضربه جزاء الوقت للحكم المساعد رفع الرايه الحكم المساعد رفع الرايه معلنا عن التسلل في الوقت لحمزه خابه مشى وبحث عن لانه يوضع كره في الشباك الحكم المساعد كان رافع الرايه وبالتالي تبعوا من جديد تعبات الكره هنا الراسيه لاحظوا وقت خروج الكره حمزه خابه حكم المساعد الوقت لحكم المباراة عندي الحديث مع يعني مع رضوان جيد وكذلك بشرى عبود على مستوى تقنية فيديو الفار قاعة الفار لابد انه اللي حتى اللاعبين يخليو واحد متسع ديال الوقت بالنسبه للحكم انه ما يكونش حديث معاه اللي حتى لو يستمع كذلك المعطيات والقرار كذلك ديال الحكم المكلف كذلك بتقنيه الفيديو الحكام ديال تقنيه الفيديو غادي يكون هناك تغيير عماد الرحولي يخرج ويدخل ياسين بوغاز اذا التغيير التالي في فريق الجيش الملكي الكل ينتظر القرار الاول والاخير حتى كيطلب اللاعبين انه يكونوا بعد دائما اكيد انتظار القرار هل هناك تسلل ام لا ثم بعدها غيجي القرار ديال حكم المباراه هل كان هناك خطا وبالتالي ضربه جزاء ام لا كل الان القرارات اللي كينتظروها اللاعبين ديال الجيش الملكي كينتظروها اللاعبين ديال اولمبيك اسفي وكذلك جماهير ديال الفريقين امام الحكم زين علوي منصف كما قلت تقنيه الفيديو والفار اللي تبعنا منذ بدايه جولات الاياب فكانت حاسمه في قرارات الحكام ولكن نعتبرها كذلك منصفه عدد كبير من الانديه الوطنيه اذا ننتظر القرار الاول والاخير في تشاور مع الحكم وهي لحظة كتكون لهذا التقطب كيكون فيها هاد العملية ديال الشويط فالوقت كيكون في بوا مشى وضع الكرة في نقطة الجزاء إذا الكل ينتظر قرار الحكم محاولة تبعناها بواسطة لاعب حمزة خابة لاعب سابق لفريق الجيش الملكي إذا ضربة جزاء الحكم يعلن عن ضربة جزاء لفائدة فارس اللول وبالتالي هنا تدخل ديال الحارس محمد بن أيوب وأنا قلت بأنه
تقنية الفيديو الفار كانت حاسمة في عدد من القرارات اللي خدوها الحكام. إذن أولمبيك أسفي يستفيد من هذه التقنية في هذه المباراة، وبالتالي الحصول على ضربة جزاء بعد التدخل أمام اللاعب حمزة خابة. إذا بنتابعوا الإنذار أكيد للحارس محمد الأيوب، ونشوي كذلك اللاعبين لأنه ما كاينش هناك احتجاجات على الحكم، لأنه كيعرفوا بأنه هناك حكام آخرين اللي كيتابعوا القرارات عبر تقنية الفيديو وعلى حصول أكيد في المباراة رضوان جيد. إذا غنتابعوا حمزة خابة هل يسجل في مرمى فريقه السابق فريق الجيش الملكي ويمنع هدف التعادل لفائدة فريق أولمبيك أسفي. حمزة خابة هدف التعادل لفائدة فريق أولمبيك أسفي. حمزة خابة اللي وكان وراء ضربة الجزاء كيتمكن من ترجمتها لهدف التعادل لفائدة فريق أولمبيك أسفي. فرحة كبيرة لجماهير الفريق الزويوي، والهدف اللي كيجي تقريبا فقط 7 دقائق على نهاية الوقت العصري للمباراة. إذا حمزة خابة يتمكن من تعديل الكفة، وبالتالي كيوضع الكرة بطريقة يعني جميلة في الجهة اليسرى في وقت محمد الباهيو مشى للجهة اليسرى. إذا واحد لواحد بين الفريقين، دقائق للجولة الثانية والمباراة في الجهة اليمنى. اللاعب سيف الدين كحلاوي ذكر بأنه لقاء الذهاب كان انتهى تعادل سلبي 0-0. الآن الإياب هدف لميتيه، ولكن هناك دقائق بإمكانها تمنح أهداف أخرى في الوقت اللي هناك تغيير ثالث وأخير، دخول محمد فكري. محمد فكري حمزة خابة انطلاقة إلى حبيبي، تدخل أيوب القعداوي. أيوب القعداوي مشى في الجهة اليسرى. أيوب القعداوي ما خرجش الكرة. زكريا الهلالي، زكريا الهلالي مر في الجهه اليمنى، انتبه عند الفرصه اللي فاتت فريق اولمبيك اسفي، ولكن تم استرجاع الكره بطريقه مدافع محمد وترى المدافع البوركينابي. ايوب القعداوي ما تمكنش انه يوصل لي الكره الى حبيبي. هذه فرصه من الجهه اليمنى بواسطه لاعب انور ترخات والحكم ماجد مختار. حديث مع اللاعبين حتى انهم ياخذوا المكان المناسب. فرصه في هدف فريق الجيش الملكي بالكره الثالثه. عمر الجيراني كيساعد التنفيذ لعبات الكره الدائريه الراسيه والخطوره محافظ على اللاعب عمر الجيراني. عمر الجيراني محاوله التمرير، الجيراني دائما محتفظ بالكره. عمر كيمرر عند اللاعب عبد الاله حبيبي، تدخل الدفاع زكريا الهلالي، كره طويله اتجاه لعيبه كوفي بوا. كوفي بوا فرصه لبناء الفريق الاولمبيك الاسفي. كوفي بوا، كوفي بوا كيمرر عند اللاعب عصام البوداني. البوداني تسديده، كره جريمه، فرصة لفائدة فريق أولمبيك أسفي. كان بإمكان عصام البوداني أنه في يد الحارس مجيد مختار. نذكر من جديد بأن تمييز ديال هذه الجولة، جولة 17، الدفاع الحازم اتحاد طنجة 1-1، يوسف برشا انتصر على الميناء 3-2، فتح الرباط انتصر على المدير وجدية 2 أهداف مقابل هدف واحد، 0-0 في اللقاء الثاني واتسون النهضة البركانية. حسن أكادير هزم الميناء أمام أولمبيك في الكاب 2-1. حتى الآن هدف ليميتي بين اولمبيك اسفي والجيش الملكي، وذكر بانه في الساعه 7 مساء المغرب التطواني امام رجاء بني ملان، لقاء يتابعه مباشره على قناه الرياضيه، فيما تم تاجيل مواجهه الرجاء امام نهضه اتلتيك زبابرة بحكم انشغال فريق الرجاء بالاستحقاقات الافريقيه. نذكر بانه الجوله 18 كذلك جيل لقاء الدفاع الحسن جنهضه البركان، حسن اكاد رجاء بني ملان، المغرب التطواني الرجاء والوداد امام الوجديه بحكم لقاء الاياب اللي غتكون بالنسبه للفرق والانديه الوطنيه المشاركه في الاستحقاقات الافريقيه. 6 دقائق كوقت بدل الضائع اللي تم احتسابه بعد التوقف اللي تابعنا بعد متابعه تقنيه الفيديو. هذه فرصه ايوب القعداوي، ايوب القعداوي محاوله المراوغه، هناك خطا، هناك خطا بالفعل، خطا اللي ارتكبه امام اللاعب انور ترخات. تبعوا هذه المحاولة لفائدة فريق أولمبيك أسفي. بحث عن التمرير، تمرير في جهة لاعب حمزة خابة
كره في الجهه اليمنى تبدا مره اخرى في جهه لعيبه الحمزه حاول يلعب الكره بالكعب في جهه لعيبه سيف الدين الكحلاوي ولكن تدخل الدفاع مره اخرى البحث عن التمرير هذه فرصه لعيب زكريا الجلالي تمريره خاطئه صباح المنتدى الهجومي جوزيف كيدي اللاعب يوسف توتو صباح الان مرتب هجومي العوده كذلك ممتازه لعمر الجيراني ذكرت جوله 19 ولكن قد يكتبوا الفرصه عصام المداري المداري شو غادي يعمل عصام المداري محاوله تمرير في جناح ايوب القعداوي عصام المداري كينتظر المسانده كيمرر في جناح محمد وعطرة عند اللاعب ايوب الرحباوي زكريا الهلالي صعود كلاوديو رافائيل سانتوس كره في الجهه اليمنى الحلاوي محاوله المراوغه فقط عند عصام البوداري اللاعبين داخل المعترك كينتظروا التمريره وعطرة عند الايفواري كوفي بوا كوفي بوا والحكم كيبلع خطا في الوقت 3 مارس فريق سان واتسون امام الجيش الملكي في الساعه 5 وفي الساعه 7 مساء فتح المباراه امام ولاد الخلقه يوم بوداري كرة طويلة الحكم لم يعلن عن شيء ابتدى الزاوية كان السقوط ديال اللاعب حمزة خابة دائما كنلعبوا الوقت بدل الضائع هناك زاوية لفائدة فريق أولمبيك أسفي تقريبا صعود لسبعة ديال اللاعبين الآن داخل المعترك غنتابعوا هذه الزاوية تبدأ الكرة محمد علي بن عمار فرصة هجوم لفائدة فريق الجيش الملكي فرصة فرصة عند إلى حبيبي خروج ماجد مختار خروج ماجد مختار عند إلى حبيبي الحكم كيمنع خطأ الحكم كيمنع خطأ وكيعلن أكيد خطأ على مشي المشترك العمليات وإنذار لماجد مختار اللي عطل للاعب عبد الحليم وكانت فرصة لفائدة فريق يغادر إذا الطرد لماجد مختار ورقة حمراء بعد معاينة اللقطة ماجد مختار الورقه بعد ما كانت صفراء كيتغير اللون ديالها كيصبح احمر وبالتالي مغادره الملعب بعد تدخل امام اللاعب عبد الهادي الاولمبي الازفي ولمنح خطا وورقه حمراء لماجد مختار بعد ما كان الخطا وورقه صفراء دخول اكيد الحكم كيتاكد من لاعب اللي خدا القميص ديال حارس مرمى خدا القميص ديال ماجد مختار الكره في المكان اللي الامور كتغلب بروح رياضيه اعتقد لا داعي لانه من الظروف شنا عن الشجار لانه كما اعلن على الخطا والكره كانت موضوعه في المكان اللي زاد هذا الخطا اذا وراء الكره يوسف توتوح فرصه لفائده فريق الجيش الملكي يوسف توتو كيوووو مشات بعيد كانت فرصه لفائده فريق الجيش الملكي حاول وضع الكره في الجهه اليمنى ما مشاتش بعيد فرصه لفائده فريق الجيش الملكي اعتقد انه غتكون اخر محاوله في هذا الشوط الثاني والمباراه استدار قويه إذا نهاية المباراة بالفعل الحكم زين العلوي منصف والنتيجة التعادل قد تكون منصفة للفريقين هدف ليبيكي هدف جوزيف كيدي لفائدة فريق الشمالكي اللاعب الوالد الإيفواري وحفظ خادم نقطة الجزاء لفائدة فريق والتعادل الإيجابي إذا نهاية هذا اللقاء كل زملائي عند الوحدة المتنقلة عالية الجودة رقم مستوى الإخراج هذا إشرف فراج يحييكم ألقاكم في مناسبة قادمة بحول الله.